مدام أنا جبت الورد يلي طلبتي، وين حطوه؟ منيح، أنا كان بدي إياك تجيبهم بسرعة. ماشي تعال أعطي السلة لكومال. ماشي مدام، تفضل. كومال، نحن اليوم رح نساوي شوية احتفالات مثل ما بتعرفي. يلا خدي هدول الوردات وساوي الأكاليل. حاضر. إذا احتجتي أي شيء ناديلي. إيه ابني أكيد بخبرك، بس لو تهتم بالشغلات التانية عنا كتير شغل اليوم. كاملة، بصراحة أنا حاسة إنه بسبب هالخطة تبعك أنا وابني عم نبعد عن بعض كتير. مالتي أنتي جنيتي، صاير لمخك شي؟ لا تخافي من هالناحية لأنه ما أنا هالقضية الكبيرة. شبنا، المهم هلأ أنك تتابعي بالخطة وما تتراجعي عنا. ليكي، لما تتركوا مال المصارعة لكي رح يفهموا بوقتها أنه كل اللي ساويتي كرمال مصلحته. لهيك فهمي الوضع وشغلي لمخك وروحي اضربي الحديد وهو حامي. كوني واثقة من اللي رح أحكيه، خطتنا ممتازة. أنا بأكد لك إنه الطريقة يلي متبعينا وماشيين عليها رح تنجح كتير يا مالتي. صدقيني، أنت عليك تضلي تقدمي للمعروف وحسسيها بدعمك، وهي ما رح تقدر تخجلك أبداً. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.